قول الأديب رسول حمزتوف: شيئان في الدنيا يستحقان المنازعات الكبيرة، وطن حنون وامرأة رائعة. البعض تساءل: وما هو تعريف المرأة الرائعة؟ وأنا أرى أنها هي المرأة التي تتحملنا بكل ما فينا من عيوب، التي تصبر على المر ليس لأن البديل أمر منه، بل لأنها أصيلة ولا تريد تشريد عائلة. هي المرأة التي تحفظ كرامتنا في حضورنا وفي غيابنا، وتكون لنا سندا وعونا ووطنا. هي التي لا تطلب أكثر من الستر، وتشاركنا شظف الحياة وتقلبات المزاج، وتتحمل تنمر واستخواء بعضنا عليها بصبر وحكمة وحنكة. المرأة الرائعة هي باختصار أحلى ما فينا، فإن وجدتها حافظ عليها، لأنها ستكون جيشك الصغير الذي ستحارب به الحياة وظروف الحياة. يا رب، لا تجعل سعادتي أو حاجتي بيد مخلوق من عبادك، ولا تجعل ضعفي أو انكساري إلا لك وحدك. يا رب، لا تحوجني لأحد، ولا تجعلني عبئا على أحد، واجعلني غنيا بك عمن سواك. يا رب، لا تريني عيبا في نفسي كرهته وبغضته في غيري، واجعلني ممن يرون عيوبهم ويصلحونها ولا يدافعون عنها. يا رب، إني أستودعك لساني، فلا تجعله يغتاب إنسانا ولا ينطق كذبا ولا يقول قولا أندم عليه يوم ألقاك. يا رب، لا تجمعني بمن يضمر الشر لي لا حلما ولا صدفة ولا واقع، ولا تشغل عقلي بما يقلقه، ولا قلبي بمن لا يرحمه، ولا وقتي بما لا ينفعه. وكن لي وكن معي، واجعلني بك أقوى وبك أغنى عن العالمين. يا رب، لطفك وعفوك ورحمتك ومغفرتك ورضاك والجنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أخوتي وأخواتي، كي دايرين؟ نتمنى تكون راكم بخير وعلى خير. نتمنى تكونوا كتفرجوا في هذا الفيديو نتوما في تمام الصحة والعافية. نتمنى تكونوا راكم بخير وما خصكم حتى شي خير. شكرا بزاف للناس اللي دعوا معايا، شكرا بزاف للناس اللي وروني بزاف ديال الحوايج، شكرا لكم بزاف. الله يجزيكم بخير، والله يوقف معكم في الدنيا وفي الآخرة. أنا أخواتي اش غادي نقول لكم؟ راه ربي اللي عالي وعالم، أقسم بالله العلي العظيم، إلا ربي اللي عالي وعالم. ما لقيتش علاش نعس، ما لقيتش علاش نجلس، الحالة ديالي مدهورة بزاف. إلا من عند الله مرحبا، وإلا من عند العبد الله ياخذ الحق. هذا الشيء اللي غادي نقول حسبي الله ونعم الوكيل، حيت هذا الشيء اللي وقع لي راه ماشي شي حاجة عادية، ولكن يقدر بزاف الناس اللي ما غاديش يثقوا ولا يقولوا، يقدر يكون هذا الشيء كذوب ولا، ولكن ربي عالي وعالم على ما في القلوب، وربي عالي وعالم على اي حاجه، لا كانت صح ولا كانت كذوب ولا كانت اي حاجه. اللي يطلب يطلب الصحه والسلامه، ويطلب حسن الخاتمه. اللي يطلب يطلب الصحه فقط. انا دائما فاش كنهضر كنقصد الصحه، ما عمري قصدت المال، لان المال الله سبحانه وتعالى اللي خلقنا قادر بينا وقادر انه يرزقنا في اي وقت، لكن انا دائما كندوي على الصحه، حيت الصحه فاش كتنقص ما كاينش اللي غيعقل عليك، ما كاينش اللي غيعرفك، ما كاينش اللي غيشوف فيك، بالاخص فاش كيكونوا الاطفال مازالين صغار، راه شي حاجه اللي صعبه بزاف، شي حاجه اللي كتر 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 من صعيبه. مي الحمد لله والشكر لله على كل حال، الحمد لله والشكر لله. انا كنحمد الله وكنشكره على اي حال انا فيه. هذا الشيء اللي عطى الله، الا من عند الله مرحبا، ولا من عند العبد الله ياخذ الحق. المهم انا الحاله ديالي صعيبه بزاف، ما بقيت كنحمل نهضر مع حد، ما بقيت كنحمل نشوف حد، ما بقيت كنحمل نسمع الهضره ديال شي حد، ما بقيت كنحمل. صافي وصلت للعظم، عييت كنصبر، صافي وصلت للعظم، والحمد لله والشكر لله على كل حال. انا غنبقى كنحمد الله حتى لاخر نهار في حياتي. الا كانت غير من عند سيدي ربي الحبيب كنحمد الله وكنشكره. بالنسبه للناس اللي قالوا لي صبار، راكم ما مجربينش هذا الشيء اللي انا كنعيشه. يعني بزاف الناس اللي غيقولوا لي بصبر، واش غينتي، واش شوفوا، قولوا الله يكون في العون، وقولوا الله اعلم، لان الله سبحانه وتعالى هو اللي كيعلم ما في القلوب، وما تحكموش على الانسان وتقولوا لا وهي كتجري وكتحرك وكتقول مريضه. شوفوا، ربي الحبيب هو اللي عالي وعالم على ما في القلوب، وربي الحبيب هو اللي عالي وعالم على ما في القلوب. الصحه ديالي راه ربي اللي عالم بها،
كنوض غير بزز مني وكنتحرك غير بزز مني، لكن كنطلب الله سبحانه وتعالى نبقى غير هكا وما يزيدش عليا الحال، لان الا تزاد عليا الحال صافي. الحمد لله والشكر لله، على كل حال كنقاوم وكنحاول ما امكن نكون قويه مهما الظروف اللي انا فيها ومهما هادشي اللي انا فيه، كنحاول ما امكن نكون قويه، كنحاول ما امكن نكون قويه بزاف بالايمان بالله سبحانه وتعالى. الحمد لله كنصلي كنقرا القران، كنطلق القران عندي يوميا في الدار، كندير الاذكار، كنصلي القيام. الحمد لله والشكر لله. الا من عند الله مرحبا، والا من عند العبد الله ياخذ الحق. واخا هادشي ما خصنيش نقولو، خاصنيش نقول لك كنصلي ولا داكشي بيني وبين الله سبحانه وتعالى، داكشي ما غيدخل حتى شي حد معايا للقبر، داكشي كيبقى بيني وبين ربي، هو اللي كيشوفني وكيعرفني انا كيفاش دايره. اما اي واحد راه واخا يتفرج فيا في السوشيال ميديا ولا في فيديو، يقدر يحكم عليا انني ما مزياناش، يقدر يحكم عليا انني خايبه، لكن الحقيقه كيعلم بها الله سبحانه وتعالى. ربي هو اللي كيحكم وربي هو اللي كيشوف كل شيء. انا دائما فاش كنهضر قلت لكم الخواتات راه كنهضر على الصحه، حيت الصحه الا بقات حتى مشات راه مستحيل غادي يعوضها شي حد، مستحيل غادي ترجع. انا دائما فاش كنغوت وكنهضر وكنقول راه الصحه، انا دابا كنشوف راسي غير كنطيح ما كنلقى حتى شي حد، كنلقى الله سبحانه وتعالى فقط، وكنطلب ربي الحبيب يشوف من حالي ويوقف معايا في وجه هاد الصبيان وفي وجه هاد الوليدات باش نقدر نوقف معاهم ونقدر نقاوم. واخا هكاك مريضه كنحاول ما امكن نكون قويه، كنحاول ما امكن نقوي ايماني بالله سبحانه وتعالى وبالدين الله سبحانه وتعالى، كنحاول ما امكن نعطي الطاقه الايجابيه لوليداتي، كنحاول ما امكن نعلم وليداتي كيفاش يتعاملوا في الحياه، كنعلم وليداتي كيفاش يكونوا حتى هما ناس مزيانين. ولكن ماشي الناس كل شيء مزيانين، يعني ماشي احنا عايشين في واحد المجتمع اللي فيه الخيب وفيه الزوين، يعني ما كنقولوش كل شيء خيب ولا كل شيء زوين، لكن حنا كنعيشوا في واحد المجتمع اللي صعيب 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 بزاف، واللي كيحكم على البشر من شان المظاهر. يعني ما عمرك تحكم على شي واحد من شان المظاهر ولا من شان فيديو تفرجتي فيه ولا تقول هذاك خايب ولا هذاك زوين، حيت راك كتدي غير التقليد. اللي كيحكم بحال هكا راه كيدي غير التقليد، حيت الحقيقه كيعلم بها واحد اللي هو الله سبحانه وتعالى، ربي بوحدو اللي كيعلم على الحقيقه ديال القلوب كيفاش دايرين، على الانسان كيفاش داير في الطبيعه ديالو، واش هو زوين واش هو خايب، واش هو ربي بوحدو اللي كيعلى ويعلم. وكنطلب الله سبحانه وتعالى يبقى هادشي غير ذكريات في حياتي. ودعيو معايا خواتاتي، راني محتاجه للدعاء ديالكم خوتي وخواتاتي، الله يجازيكم بخير. دعيو معايا، راني محتاجه بزاف 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 للدعاء ديالكم. الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير. وهنا كما كتشوفوا دائما القران عندي مطلق في الدار، دائما الباف مجهد، كنطلق له ما كنجهدلوش بزاف، المهم على قد الحال دائما القران عندي مطلق في الدار. والحمد لله والشكر لله، كنحمد الله وكنشكرو على اي حال. وهادشي اللي كاين الخوت، وهناش غادي نقول لكم السلام عليكم وتهلاو في راسكم وشكرا لكم بزاف، الله يجازيكم بخير والله يسهل عليكم. ونتمنى منكم حاجه واحده اللي هو الدعاء، الدعاء ما تنساونيش في السجود. الله يرحم لكم الوالدين والله يجازيكم بخير. ما بغيت والو من هاد الدنيا، بغيت غير نتشافى لوليداتي فقط، هادشي هو اللي بغيت، بغيت غير نتشافى لوليداتي ونوض على رجليا ونكون مزيانه ونهضر معاهم ونتجمع معاهم ونضحك معاهم، اللي ما بقيت كنحمل لا راسي ولا حتى شي حاجه ما بقيت كنحملها في هاد الحياه. والحمد لله والشكر لله على كل حال. دائما كنقول الا من عند الله مرحبا ولا من عند العبد الله ياخذ الحق، هذه هي الكلمة الأولى والأخيرة ديالي، وشكرا لكم بزاف. وشفاء